ان مش بالصوره دي. لكن مش معنى كده انك هتنزل تنجرف كمان. ما هو هو كان عدم انجراف في النادي الاهلي ان مفيش فلوس، لا لان كنت هتبتدي تعمل تسعيره غير حقيقيه في الوسط الرياضي. لكن لما يكون عندك لعيب انت متاكد انه هيشكل اضافه حقيقيه، انت مش هتبخل عليه، ومش هتعمل جهدك انك تاخده. ده اللي اقدر اقوله لك. وعشان كده بقى وشيك. مفيش حاجه اسمها، انا بقول لك محتمل انك توصل لاخبار، محتمل. مفيش حاجه في دنيا كره القدم حتى لو خدت الاستغناء انت ما خلصتش صفقه. حتى لو اللاعب مضى انت ما خلصتش صفقه. صفقه تخلص بصدور الكارنيه والقيد. ساعه ما يصدر الكارنيه يقول لك مبروك الاهلي عمل صفقه. مش بشحات الغرام. هو يعني مش اسرار، ما الناس كلها عارفه ان الشحات في محور اهتمامات الاهلي وانديه اخرى. ايوه. وكل الناس عارفه ان الشحات يرغب بشده مهتم بالاهلي. يرغب. انا قعدت انما هل احنا نادي ما في طرف ثالث لازم يا جماعه واحنا بنتكلم؟ الشحات مش في المتناول. ده في نادي كبير ونادي مش محترم. فري. لو فري نتكلم نقول صحيح. لك هيخلص ولا مش هيخلص. العين نادي محترم. العين وهيلعب كاس عالم انديه اسيويه. ففي حاجات لازم نحطها جنب بعضها. تاني حاجات طيب. اللي بنحطها جنب بعضها كتر.